دايما مؤمن زكريا في القلب، مؤمن زكريا يعني الاخلاص الوفاء، مؤمن يستحق اكتر في ظهر تنديد، بس مش مؤمن لحظه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احب طبعا اشكر مؤمن زكريا طبعا و على طبعا الفتره اللي فاتت ديت، يعني ان هو قدر يستحمل وان شاء الله العلاج يجيب نتيجه باذن الله، وكل اللعيبه دي في ظهره، لان يمكن مؤمن زكريا ده يمكن اخويا وكابتني، لان يعني وانا صغير معاه في انبي وكنت وانا ناشئين في النادي الاهلي، كان هو اكبر مني، هو كان معايا دايما، وان هو من ساعه ما جيت النادي الاهلي ومن قبلها دايما بيكلمني، يعني فدي اقل حاجه ممكن نقدمها له، وان شاء الله افريقيا تكون لي باذن الله والجمهور العظيم اللي في ظهرنا. بطوله الدوري بطوله غاليه ما شاء الله، لسه جاي ما بقى كملتش كام شهر وبطولة على طول، والدوري محدش ولا حرج. النادي الاهلي يعني البطولات، النادي الاهلي يعني الانجازات. طبعا يمكن بحمد ربنا وبشكره طبعا على ان انا ما كملتش يمكن 200 دقيقه ولا 300 دقيقه ولا حاجه في النادي الاهلي، وبقالي 6 شهور وخدت دوري، واول دوري في تاريخي، اول دوري في تاريخك، اول دوري في تاريخي خالص بعد كل ده، اول دوري في تاريخك، اول دوري في تاريخي. يمكن دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وفرحان ومبسوط، وان شاء الله باذن الله طبعا مش اول بطوله، لان في بطولات تانية كتير باذن الله ان شاء الله اقدر احققها مع النادي الاهلي، وان شاء الله بطوله افريقيا اللي جايه ليهم باذن الله. بطوله افريقيا كل جماهير النادي الاهلي بتتمنى بطوله افريقيا. والله يمكن كل اللعيبه والجهاز الفني كلنا بنحلم ان احنا ناخد بطوله افريقيا، وباذن الله الحلم ده يتحقق باذن الله، عشان الجمهور اللي في ظهرنا ودايما بيدعمنا، فان شاء الله اقل حاجه ان نجيب لهم افريقيا السنه دي باذن الله. لقيت طبطبه ولا لسه؟ اغنيه ايام بهجت قمر كسرت الدنيا وكهربا وكهربت العالم كله. ضحكتك فيها كهربا. حبيبي ربنا يكرمك. الله يبارك فيك.